شبابي أحسوا بأننا بأننا طلبة واعيين، طلبة مسؤولين، طلبة لا نقبل الإهانة، لا نقبل من يمس كرامتنا، لا نقبل من يشتت وحدة الطلاب، لا نقبل من يسعى إلى تخريب التعليم في المغرب، لا نسعى إلى من يطمح في تشتيت الجامعات المغربية وإعطاء الفساد داخل هذا الأرض على عين. أحييكم عاليا أيها الطلبة الكرام، أيها الطلبة الأعزاء، تحية وتقدير وإجلال لكم على وعيكم، كما نقركم سلامنا وسلام طلبة كلية اللغة العربية، ويقولون لكم المزيد من الصمود والمزيد من النضال، فأنتم إن شاء الله ونحن أيضا لأننا ننصر إن شاء الله، وسنسعى إلى النصر وسناله إن شاء الله بإذن الله. نناضل بقوة الله وبعزمنا وبإيماننا بأن الحق ينتزع ولا يعطى، نناضل لأننا نعم مررنا من انتخابات داخل هذا البلد وحملت لشعار موحد، نعم للتغيير، نعم لإسقاط رؤوس الفساد، نعم لمغرب جديد. أين هذا المغرب؟ مغرب القمح، مغرب التشريد، مغرب الزروطة، مغرب القمح، مغرب الصفوف النظامية، مغرب يشتت، مغرب يقمع الطبقة القادحة، مغرب القمع لا يرهبنا والموت لا يفنينا، الشام غير سبيلة النضال فينا، القمع لا يرهبنا العتيدة ذات المبادئ العربة، على عين أحييكم عاليا أيها الطلبة، كما نقول لكم من موقع مراكش طلبة كلية اللغة العربية أنهم يمدون أيديهم إليكم بالتضامن والعون، لأننا نعم نسعى وواعيين بأننا بالوحدة والطلاب بالوحدة الطلابية سننال المصير إن شاء الله وهو النصر. وأقول لكم وعلما من مجموعة من الطلبة الذين زارونا بموقع مراكش أننا نخوض مقاطعة مفتوحة في أسبوعها الثالث، ولكن السؤال المطروح، لماذا هؤلاء الطلبة دخلوا في مقاطعة مفتوحة؟ نعم الإجابة موجودة، لكن الشيء الغريب أن مطالبنا لا يرقى لها ولا يمكن ولا تبت بالسلف في هذا المستوى أن نذكرها. والله أيها الطلبة، العار والخزي لعميد بكلية اللغة العربية، عميد أعم الفساد، عميد وظف كل من وظف أسرته كاملة من أبنائه وبناته ومن يقرأ ومن يداوي القرابة منه كذلك، لأنه يعم الفساد في هذه الكلية. أيها الطلبة، في السنة الماضية والله فضيحة كبيرة في هذه تلك الكلية، فضيحة كبيرة في السنة الماضية، طلبة كانوا باستعداد على أسبوع ثقافي داخل الكلية، لكن للأسف الشديد عميد الكلية رفض أن يمنحنا المدرج لكي تمر فيه الندوات هذا الأسبوع. هذا يبين أين البحث العلمي، أين المسؤولين الذين يسعون إلى البحث العلمي، أين المسؤولين الذين نعم نريد مغرب التكنولوجيا، مغرب الديمقراطية، مغرب الحرية والكرامة؟ أين هذا المغرب؟ أين هذه الحكومة؟ نعم، طلبة في السنة الماضية كما قلت لكم دخلوا في مقاطعة كذلك، لأن العميد لا يريد أن يعطي مدرج للطلبة، لأن ماذا قال؟ قال بأن الكراسي تساوي 7000 درهم، وهل الطالب يقدر بالثمن؟ وهل الطالب يهان مثل هذه الأشياء؟ وهل الطالب يساوي بهذه الأشياء؟ بقدر ما أن هذا المدرج للطلبة، لكن لكي أختصر وأختصر على المسير، أحييكم عاليا كما أقول لكم أننا متضامنين معكم، لأن هذا الملف المطلبي الذي نسعى إليه بالوحدة بالوحدة الطلابية والتضامن ملف يعني الجميع، كما أقول بأن هناك كليات أخرى أتمنى أن تمد يدها كذلك،
لأن هذا الرئيس ليس هو فقط لكلية الشريعة، بل رئيس الجامعة القرويين والتي تنطوي من داخلها كليات عديدة. على أي كما أقول لكم في طلبة كلية اللغة العربية لا زالوا صامدين ومناضلين في الساحة، لأنهم وعوا بمجموعة من الإشكالات، وعوا بمجموعة لأننا أيضا مقبلين على رحيل العميد كلية اللغة العربية، وهذا العميد لم يعطي اهتمامه يوما ما لهؤلاء الطلبة. كانوا يرفعون شعاراتهم، كانوا ينامون في تلك الكلية، كانوا يعتصمون، لكن هذا العميد لم يعي لهم يوما واحد، لم يعطي لهم ولو دقيقة. في الحقيقة أصبح يبيع ويشتري في تلك الكلية. لماذا؟ لأنه نهب أموال هذه الكلية كامل بأسرها. على عين لكي لا أطيل على الطلبة، أحييكم مجددا وأحييكم تحية عالية وتقدير، وأقول لكم نحن معكم ومتضامنين في الملف المطلب الموحد، هو إسقاط هذا الرئيس ومحاسبته كذلك، كما سنحاسب هذا العميل أيضا. وتحية لكم أيها الطلبة.